جزاكم الله خيرا، ما حكم من صلى بعد طلوع الشمس؟ صلاة الفريضة لا يجوز تأخيرها إلى ما بعد طلوع الشمس إلا لمن غلبه النوم بدون اختياره، فإنه يصلي إذا استيقظ متى ما استيقظ، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وهذا في حق من غلبه النوم في بعض الأحيان، أما من يعتاد النوم ولا يحاسب نفسه القيام لصلاة الفجر، وإنما يكون من عادته أنه ينام ويصلي متى ما استيقظ، فهذا لا يجوز له هذا العمل ولا تصح صلاته، لأنه تعمد إخراجها عن وقتها. نعم.